هذا وتواصل قوات الاحتلال عدوانها وتصعيدها العسكري على لبنان لليوم 22 على التوالي، وسط استمرار القصف واستهداف المنازل المهولة. وشنت طائرات الاحتلال غارات جوية على عدد من المناطق بالبقاع الشرقي لبنان وعدد من بلدات الجنوب، كما قصفت مدفعية الاحتلال محيط بلدة مجد الزون جنوبي لبنان تزامنا مع استهداف محيط بلدة شبعة بالقذائف المدفعية والفوسفورية، وهو ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى وتدمير عدد من المنازل. هذا وسجلت لجنة الطوارئ الحكومية اللبنانية 78 غارة جوية اليوم، ليصل العدد الإجمالي للاعتداءات منذ 8 من أكتوبر الماضي إلى 9666 اعتداء، منها 524 خلال الأسبوع الماضي.